عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة اللي غادي نخص لواحد المعلومة، هي تتخص واحد الخبر أو إعلان خرج عن طريق وزارة العمل الأمريكية اللي تخص أقل الولايات أو أكثر الولايات في البطالة. فأنا غادي نحط لكم الرابط تاع الموقع باش تشوفوا يعني أشنو هما الولايات اللي فيهم فرص عمل أكثر أو فيهم نقص أن نسبة البطالة قليلة. الملاحظة عامة، أنا عندي الليستة بين يدي الآن، فالملاحظة العامة هو أنه أغلب الولايات اللي فيهم البطالة ناقصة هما اللي في الميدويست، يعني في هذه المنطقة اللي مثلا عايش فيها اللي هما نورث داكوتا، ساوث داكوتا، مينيسورا أو أيوا واتش. فكما تعرفوا هذه هي السنة الثانية أو الثالثة على التوالي نورث داكوتا تتكرس هي الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية يعني نسبة البطالة. فنسبة البطالة تتوصل 2.7%، يعني 2.7% متبوعة بنبراسكا، متبوعة بساوث داكوتا، يوتا، مينيسورا، إيداهو، هاواي. يعني فبالنسبة للولايات اللي مشهورين، يعني ما فهمتش أنا واش فرص العمل قليلة فيهم أو، لكن مثلا فيرجينيا المرتبة 17، ماساتشوستس المرتبة 25، فلوريدا 25، نيويورك 29 يعني المرتبة 29، نسبة البطالة فيها هي 5.9. هذا لا يعني أن الناس ما خدامينش ما تيشتغلوش، لكن كي تنقول لك هذا تقرير خارج على وزارة العمل الأمريكية باش تبين لك فين هما يعني فرص العمل في الموجودة. فكاين ولايات اللي فيهم نسبة العمل، نسبة البطالة مرتفعة، كاليفورنيا، جورجيا، ميسيسيبي، ديستريكت أوف كولومبيا اللي هي فيها واشنطن، هذا الشيء، أريزونا، نيفادا. فهذا كما تنقول لا يعني أن إنسان اللي يمشي لهذه الولايات راه غادي يلقى فرص عمل، لكن فرص العمل كما تنقول لك الآن حسب التقرير موجود في الميدويست، يعني في هذه المنطقة. هذه المنطقة راه تنقول لكم أنا عايش فيها، راه صعيبة صعيبة جدا، لأن يعني درجة البرودة فيها يعني كبيرة، الطقس شوية صعيب 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 صعيب. فقط احنا في مينيسورا يعني توصل بعض الأخطار الجو أو درجة البرودة ناقص 40 درجة فهرنهايت، ماشي سيلسيوس، فهرنهايت. فما بالك مثلا في نورث داكوتا اللي تقريبا راه دائما البرودة. فأنا غادي نحط لكم اللينك لهذا الموقع تاع وزارة العمل الأمريكية باش تشوفوا الولايات وتشوفوا النسب تاع البطالة فيهم. تنتمنى حظ سعيد للجميع ونتشوفوا في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.